السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد التليمي من مدونة دروس أونلاين عالم الكمبيوتر والإنترنت. إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد، وهو إزاي تتحكم في الكمبيوتر بتاعك عن طريق الهاتف، أو إزاي تشاهد تخلي شاشة الكمبيوتر زي ما شايفين قدامنا كده تظهر بالظبط على شاشة الهاتف الأندرويد، بحيث إن أنت مثلا لو قاعد على كافيه تقدر تتحكم في الكمبيوتر بتاعك اللي هو أصلا في البيت. في البيت او حتى اللابتوب ايا كان، تقدر انت تحمل، تقدر تفتح الماي كمبيوتر، تقدر تفتح النت، تقدر تعمل اي حاجه. لو انت بتعمل تحميل مثلا تقدر توقف التحميل، تقدر تكمل التحميل، تقدر تتابع كل اعمالك بالتليفون او بهاتف بالتليفون الاندرويد. تمام، كل ده بيتم من خلال تطبيق اللي هو او هو تطبيق وبرنامج في نفس الوقت، اللي هو برنامج التيم فيور. طبعا عارفين برنامج التيم فيور، ممكن في بعض الناس ما بتعرفش هو برنامج التيم فيور، والحلقه اللي فاتت كانت مخصوصه لي عن برنامج التيم فيور، شرحنا اللي هو اصلا برنامج خاص لو انت استقطعت على جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر تاني. البرنامج ده يقدر يخليك تتحكم في جهاز الكمبيوتر التاني، واتكلمنا بالتفصيل عن كل حاجه. ولكن ما كنتش اتكلمت عن جزئيه تانيه، وهي جزئيه ازاي تتحكم في الكمبيوتر بتاعك عن طريق الهاتف، وبرده باستخدام برنامج التيم فيو. كل اللي عليك انك هتحمل برنامج التيم فيو، انا هسيب لكم لينك التحميل موجود اسفل الفيديو، تضغط عليه تحمل البرنامج وتسطبه عادي بطريقه بسيطه جدا، وشرحت طريقه التسطيب في الدرس اللي فات، عشان كده مش هتطرق في طريقه التسطيب. بعد كده البرنامج بيديك بيدي لجهاز الكمبيوتر بتاعك اي دي وباسورد. تمام، لو حابب تغير الباسورد بعد كده بتغيره من هنا. تمام، بتسطب البرنامج، وبعد كده بتسطب تطبيق برنامج تيم فيور، هتلاقيه موجود، رابط اللينك بتاعه هتلاقيه موجود اسفل الفيديو برضه، تحمله على جهاز الاندرويد بتاعك، وهيكون بالشكل ده. هيكون زي ما احنا شايفين مع بعض بالشكل ده اللي هو التيم فيور. تمام، اذا احنا سطبنا التطبيق وسطبنا البرنامج، بعد كده نفتح البرنامج من على الموبايل. تمام، هنا الاي دي، بتكتب الاي دي ده، وبعد كده بتعمل ريموت كنترول. طبعا عشان ما حدش يسالني، لازم تكون الكمبيوتر بتاعك طول الوقت مفتوح، طول ما انت بره البيت يبقى الكمبيوتر مفتوح. بعد كده بتكتب هنا اللي هو الباسورد 9 1 5 6، وبعد كده اوكي. زي ما احنا شايفين هنا طبعا انا طلعت، معلش. تسعة تسعة 1 5 6، نعمل اوكي. تمام، زي ما احنا شايفين مع بعض هنا بنقدر نلغي دي، وتعلم هنا دوت على شاشة اللي هو بيشرح لك التطبيق، تطلب منه كونتينيو كده. زي ما احنا شايفين مع بعض، شايفين الكمبيوتر اهو بشكل كامل على التليفون المحمول بتاعي. لو انا مثلا دخلت على زيز بي سي، تمام، يعني هتلاحظوا حتى لو انا اتحرك، هي ممكن تكون العمليه مش واضحه قوي، بس لو اتحركت من التليفون من عندي هنا هتلاحظوا الايه اللي فعلا اهو، يعني انا بتحكم بالتاتش بتاع التليفون اهو. كل ده بيتم عن طريق التليفون. عايز اقفل، تمام. فلو طبعا زي ما انتم شايفين السرعه بطيئه شويه، فلو انت قاعد مثلا في واي فاي كويس والنت كويس، هتلاقي العملية معاك كويسة جدا. طبعا عندك قائمة ستارت بحيث انك لو عايز تقفل الجهاز. تمام، هو انا في عندي تقريبا في مشكلة، ولكن انا مجرد تمام عشان البتاع، بس الشاشة بتتحول لسودا فبتبقى كل حاجة مش باينة. دي قائمة ستارت اهي. تمام، ممكن حد يقول لي ده انت بتستخدم الماوس بتاع، بس احنا مش شايفينك، فهو كل حاجه بتتحرك قدامكم يا جماعه. انت هتجربوا نفسكم هتلاقي ايه الطريقه شغاله باذن الله. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. اي استفسار او اي تعليق تقدروا تسيبوا تعليق اسفل الفيديو، وان شاء الله هنرد عليكم في اقرب وقت. كان معكم محمد التريبي من مدونه درس الله. شكرا، السلام عليكم.